بالنسبة لأخبار المحافظات في المنيا، بيتم إحلال وتجديد محطة مياه دير جبل الطير المرشحة بتكلفة 31 مليون جنيه، وفي المنوفية تم تدشين محور مروري جديد باستثمارات 60 مليون جنيه. أما في البحر الأحمر فمطار مرسى علم الدولي استقبل 14 رحلة طيران أوروبية. في الوادي الجديد تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنيا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن التكلفة التقديرية لأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل بمحطة مياه جبل الطير المرشحة بمركز سما اللوط بتصل لمبلغ 31 مليون جنيه لضمان التشغيل المنتظم للمحطة والقضاء على مشاكل ضعف المياه بالمناطق المحرومة. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن قرب الانتهاء من أعمال طبقات التأسيس بالمنطقة الصناعية بالكامل بعد الانتهاء من دخول المرافق للمنطقة، وتم الانتهاء من أعمال إدخال التيار الكهربائي وتركيب المحولات والانتهاء من دخلات المياه الفرعية لجميع الوحدات الصناعية. في المنوفية دشنت المحافظة محور مرور جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق بإجمالي استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموي جديد بيساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 14 رحلة طيران أوروبية سياحية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيل السياح للفنادق المختلفة. في بني سويف أعلنت المحافظة تحقيق التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين ضمن القانون الجديد، وبلغ إجمالي عدد الطلبات اللي تم تقديمها 22,000. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الصحة بدء أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية عثمان بن عفان التابعة لمركز الفرافرة بالمحافظة، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبتضم كافة التخصصات الطبية المختلفة.